اليوم لعبتي الدور مع سي عزيز داداس، ويعني صراحة الوقت غدا كتكبر مع واش يعني ممكن انك مستعدة تكوني تخافي انك ديري شي ادوار ماشي في المستوى؟ والله يستر، حنا كنديروا كنخدموا بالنيه ديالنا وكنحترموا الجمهور ديالنا وكنختاروا ادوار ديالنا نقيه اللي كتحترم الجمهور المغربي، وكنتمنى نبقاو ديما عند حسن ظن المشاهد. بالعكس انا لا يحشم. ممكن تكلمي لنا على القرض على داداس، كيفاش تعاملتوا مع هذاك القرض؟ كان بروفيسيونيل بزاف صراحه، كان عجيب. يعني كتقول اكسيون كيبدا، كتقول كوبي كيوقف، كان في شي شكل هذاك القرض والله العظيم. ترويض منين كان؟ ترويض من السيد اللي جابوا لي، هو تا هو ممثل. عجيب هذاك القرض، ما عرفتش شنو غادي نقول لكم، راك غتفرجوا غتشوفوا. انا بالنسبه لي هذاك هو البطل وكيستحق كل شيء. يعني احنا عندنا يعني افلام سينمائيه كثيره، ويعني وكاين نقص في القاعات السينمائيه. للاسف كاين نقص في القاعات السينمائيه بطبيعه الحال. كنتمنى انا كنعاود نقولها من الجمهور يساعدنا، لان ما حد كيدخلوا الناس، ما حد غادي يرجعوا للقاعات السينمائيه. راه حتى الجمهور كان شويه كيبعد على السينما، دابا بدا كيرجع مع الافلام الكوميدي وهادشي. ما حد الناس كتجي، ما حد القاعات راه غادي ترجع، ما غاديش تبقى غير هذه القاعه هذه مثلا، لان للاسف كاين مثلا مدينه اكادير ما فيهاش قاعه سينمائيه، وهذا شيء مؤسف. هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.